السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والفل وكل حاجة حلوة على أحلى ناس حلوة، مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وأولى هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021 من الميلاد. وحشتوني ويا رب نكون وحشناكم، ولما بتكونوا وحشنا بنجيب لكم حاجات حلوه معانا واحنا جايين، عشان اتباعا لمبدا يعني ان محدش يجي ويزور وايده فاضيه. بس خلينا ابدا اتكلم معاكم الاول، وده جزء من الحاجات الحلوه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، بواقعه اعتقد هي كانت مسار حديث الناس في الويك اند اللي فات. والواقعه دي هي مش مجرد واقعه ولا حاله حصلت في ملعب في كره قدم، هي درس، او انا شفتها درس. انا هنا بكلمكم عن الواقعة اللي العالم كله اتكلم عنها بسقوط لاعب ونجم منتخب الدنمارك إريكسن مغشيا عليه في منتصف الشوط الثاني. والسبب هو ادي صورة إريكسن، السبب هو توقف تام، خدوا بالكم بس من اللفظ اللي انا بقوله، توقف تام لعضلة القلب. مش ازمة قلبية، ازمة قلبية دي حاجة تانية، جلطة مش عارف ايه حاجة تانية. توقف تام لعضلة القلب، يعني القلب اللي هو السبب في حياتنا كلنا عن طريق ان هو بينبض عن طريق العضلة بتاعت القلب بتعمل كده اهو، فبالتالي القلب بيدخل ويخرج الهواء والدم وكلام من ده. العضلة اللي بتعمل كده دي توقفت، معنى كده ان القلب توقف، معنى كده انه خلاص على شفا الموت. طبعا كل الكلام اللي انا هقوله عشان ما حدش يخش عليا من الناس اللي بتحب تلبس عباية الدين ويقولوا لي يا تامر هو انت يعني متخيل لو ما كانش عارف ايه ده اقدار واعمار. طبعا اقدار واعمار، واعمارنا كلنا كل انسان مخلوق على وجه البسيطة معلقة اقدارنا بيد الرب سبحانه وتعالى، وهو اللي عارف امتى وفين هيقضي الاجال. اللي انا بقوله ده مش معناه ان ده اللي منع الموت او ده اللي اخر الموت او ده اللي اجل الموت او احنا عندنا، مفيش كلام من ده. انا بكلمكم على الشغل النظيف. احلى من الشرف مفيش على رأي توفيق الدقن، واحلى من السيستم مفيش على رأي تامر امين. احلى من السيستم بجد مفيش. انا قعدت اتفرج على الفيلم، يعني انا بحب الكرة فكنت بتفرج على الماتش، سبت الماتش بقى ونسيت الماتش ومش عارف مين كانت فنلندا كسبانه واحد ولا غير متعادلين وكانت فنلندا بعد كده، القصه دي ما شغلتنيش. سبت فيلم الماتش وشفت فيلم اصابه إريكسن، وهو درس في حد ذاته عن ازاي كل واحد عارف شغلته، وازاي كل واحد مش بس عارف شغلته لا ده متدرب عليها، وازاي ان السيستم هو القائد، السيستم هو الرئيس، السيستم هو المايسترو، السيستم هو كل شيء. عندما يوجد السيستم المنظومة تعمل بنجاح، يختفي السيستم أي حد يعمل أي حاجة وتبقى هوجة وعشوائية شديدة. بصوا معايا كده الفيلم كده بالكدر، أنا هقول لكم بالكدر. إريكسون كان في رمي التماس من ناحية الشمال، زميله بيلعب له الكورة، إريكسون جاي يستلم الكورة زي ما انتوا شفتوا كده، وحواريكم كمان شويه في التاريخ، عضلة القلب توقفت، وقع طب زي ما بيقولوا كده طب ساكت مكانه، وقع على وشه. لو تاخدوا بالكم تفتكروا الصورة هوريها لكم، وقع على وشه، وقع على ايه؟ على وشه. طيب هنا بداية الفيلم. أول ما وقع كده لوحده من غير ما حد يلمسه، أدي الصورة أهي وهو لسه بيستلم الكرة، بصوا الأول بيستلمه ما قدرش يتحكم في نفسه، الكرة خبطت فيه وزي ما شفتوا كده طب على وشه، بس شكرا حصل اللي حصل ده. اول حاجة طالما اللعيب وقع لوحده مش في اشتراك او في عنف او حد دخل فيه يبقى فيه مصيبة. هنا بقى مش الحكم يستنى لحد ما الكرة تخرج ولا لعيب من الفرقة دي ولا من الفرقة دي يتكرم ويخرج الكرة، لا، الحكم مهمته الاساسية هي الحفاظ على حياة وارواح اللاعبين قبل الكورة والبنالتي والاوفسايد والكورنر والكلام من ده. فالحكم شافه وقع قام مصفر، مش مهم الكورة فين ومع مين، مصفر ومنادي بسرعة للاجهزة الطبية اللي من بره بيقول لهم الحقوا في مصيبة حاصلة. فده اول تصرف، معناها ان اللعيب لما يقع لوحده بشكل مرعب زي ده
مش تستنى بقى حد من اللاعبين يتكرم ويسيب الكرة ويطلعها بره اوت عشان نوقف اللعب، لان دي مسؤولية الحكم. طب ادي واحد. اتنين، اهو هنا اهو الحكم صفر وماشي اهو بيجري في طريق انه يروح للعيب عشان يطمن عليه بعد ما شاور للاسعاف يخش او الاجهزة الطبية. اتنين، مفيش بقى مش كله تلم عليه، مش كل اللعبة تلمت عليه وقعدت تقلب فيه ومالك واصحى وبتاع انت كويس، مفيش كلام من ده. كابتن منتخب الدنمارك لوحده، كل اللعيبة اتلفت، هوريكم كمان شوية في الصورة، كل اللعيبة اتلفت ستارة كده حواليه، محدش قرب له محدش لمسه. كابتن منتخب الدنمارك لان هو الكابتن وهو اللي متدرب على اللي انا هقوله ده، قام رايح جري. ده الكلام ده ايه؟ في الثواني اللي قبل الاجهزة الطبية ما تنزل، ما بيسيبوهوش حتى الثواني دي. الكابتن جري قام رايح عليه قام قلبه على وشه، ده بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفعش يبقى مكفي على وشه، قام قلبه وخلاه على ظهره وعمل حاجتين بسرعة. هنا هو اهو الكابتن اهو بصوا كله بعيد، الكابتن بس هو اللي دخل عليه وعمل حاجتين. اولا فتح بقه عشان يتأكد انه ما بلعش لسانه، انتوا عارفين ظاهرة بلع اللسان اللي مات منها مجموعة من اللاعبين زمان واشهرهم نجم وسط المنتخب الكاميروني في احد مباريات كاس العالم برضو لما توفي ونتيجة انه بلع لسانه، وقع وقع غلط فبلع لسانه، بلع لسانه سد التجويف بتاع الهواء والمريء والرئة ويعني خرج امر الله، لكن فينا ونفذ امر الله يعني. لكن هنا فتح بقه بسرعة فتأكد ان لسانه لوس، لسانه يعني طبيعي وفي مكانه وما فيهوش حاجة، قام قلبه على ظهره بسرعة، خلاص عرف بقى ان المشكلة هنا في القلب، قام قلبه على ظهره فورا وعمل ايه؟ عمل ايه؟ بصوا بصوا اللعيبة شمايكل اللي هو حارس مرمى الدنمارك، ابعد بسرعة، احنا مش في طهور هنا ولا مولد ولا اسبوع، ابعد بسرعة سيبوا الراجل يتصرف كويس؟ قام قلبه وكابتن المنتخب اللي اسمه كيار ده ابتدى يعمل له تنشيط لعضلة القلب، ابتدى يحرك بايده كده على عضلة القلب ويتنيله بطنه من جوه عشان يدفع اي نوع من انواع الهواء عشان القلب ما تفضلش عضلة القلب متوقفة كتير لحد اجهزة الطبية ما تخش. حلو حلو، دخلت الاجهزة الطبية، شكرا يا كابتن. دخلت عملت ايه بقى؟ اي حد في الدنيا يتخيل انه هيخش يقوموا جايبين النقاله ومطلعينه بره ونشوف بقى هنحلها ازاي عشان اللعيبه عايزه تلعب والماتش عايز يكمل. مفيش كلام من ده، مفيش كلام من ده. الاجهزه دخلت والمتخصصين دخلوا اكتشفوا ان المشكله فعلا في القلب، فكان معاهم ايه؟ تخيلوا الجهاز الطبي بتاع فرقه رياضيه معاهم ايه؟ معاهم جهاز الصدمات بتاع تنشيط القلب، عارفين اللي هو بالبتاع اللي بالكهرباء اللي بتحطه هنا كده فالمريض يقوم عامل كده بحيث بسبب الصدمه الكهربائيه اللي هي بتخلي القلب او عضلة القلب من الصدمة ترجع تشتغل تاني. معهم جهاز الصدمات الكهربائية بتاع تنشيط القلب وتنشيط عضلة القلب، اشتغلوا عليه. فضل الكلام ده بقى يحصل جوه الملعب، مش بره الملعب ولا نقلوه المستشفى، جوه الملعب قد ايه؟ 23 دقيقة. لحد قالوا بقى يا جماعه طلعوه بره عايزين نلعب، ولا اللعيبه هتبرد ولا اللعيبه هتسخن ولا مش عارف ايه، مفيش كلام من ده. طالما حياه اللاعب على المحك كله سكم بكمم. 23 دقيقه ولعبت الفرقتين والحكم والجمهور واقفين حاطين ايديهم على قلبهم وبيدعوا انه ربنا يستر. نسيوا بقى كره القدم. ليه؟ لان الحق في الحياه اعلى بكتير من الحق في الاستمتاع بكرة القدم ومباراة وبطولة كاملة بتاعت اليورو دي تروح ولا تيجي، مش مهم، المهم حياة الروح، حياة الانسان. 25 دقيقة لحد ما عضلة القلب استجابت شوية. هنا قرروا ان هم ينقلوه وبالشكل الحضاري اللي انتوا شفتوه كمان على العربية الاسعاف على المستشفى. المستشفى اول ما دخلوا ابتدوا بقى يعملوا التحاليل، المستشفى قالت كده، قالت لو اللعيب ده كان اول ما وقع ما عملتلوش الاسعافات الاوليه دي وتنشيط عضله القلب وبعدين الصدمات والشغل اللي حصل 20 دقيقه ده وكان اتنقل في عربيه الاسعاف علينا كان وصل لنا ميت. المستشفى اللي فيها اريكسن دلوقتي البيان بتاعها بيقول كده، لو كانت الاسعافات دي ما حصلتش ما كانش هيلحق يوصل لنا، كان هيجي لنا جثه هامده. فعشان كده شكروا كل الاجهزه الطبيه ورجال الاسعاف وكابتن الفريق اللي ساهموا في الاسعاف الاولي لعضله القلب.
وطبعا العالم كله من يوميها اتقلب قام ولم يقعد تعاطفا مع فكرة الإنسانية، تعاطفا مع فكرة الحفاظ على الروح. عشان كده لما احنا هنا بنقول في كل حاجة، في كل حاجة بقى، في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الرياضة، ان روح الإنسان هي أعظم نعمة ربنا أنعم بيها على البشرية، فبالتالي الحفاظ عليها ده قدس الأقداس، أقدس مهمة في الكون ان انا احافظ على روح بشرية. لو عرفت احافظ على روح بشرية عن طريق إماطة الأذى عن الطريق لازم اعمل كده. لو انا بعمل حاجة فيها ضرر او خطورة على الروح البشرية، لو انا بعمل سياسة لها علاقة بإزهاق الأرواح، لو انا بشتغل في اكل فاسد ولا بستورد شحنات فاسدة ولا بعمل كذا ليها علاقة ان في ناس ممكن تموت بسبب اللي انا بأكله لهم ده وبعمله كذا، فده إزهاق للأرواح فلازم نبطله. قصة الحفاظ على الروح الحقيقة لازم نعترف انها في الغرب عالية قوي عندهم، ودي حاجة ممتازة، وانا هنا بقولها بمنطق الغبطة مش الحسد. الغبطة دي ان انا بغبط الاخرين معناها ان انا بقول لهم برافو عليكم وبتمنى ان احنا نبقى زيهم، مش بتمنى زوال النعمة منهم، يعني ده الحسد. لكن الغبطة ان انا بقول لهم يا اولاد الايه يا غربيين، يا اولاد الايه يا دنماركيين، يا اولاد الايه يا حلوين، برافو عليكم ان انتوا عملتوا كده. محدش برضو يجي يقول لي هو عمره ان هو يعيش، لو ربنا كان عايزه يموت حيما طبعا، لو ربنا كان عايزه يموت او مكتوب له ساعتها انه يموت يموت، بس انا بتكلم هم قصروا، حد فيهم عمل حاجة غلط، كل واحد عمل اللي عليه، خلاص هم عملوا اللي عليهم وسابوا البقى على ربنا، اللي هو قمة الدين عندنا، اللي هو اسعى يا عبد ونسعى معاك، قمة التوكل مش التواكل، ان انا اعمل اللي عليا كله واسيب توفيقي وما توفيقي الا بالله. يا رب ان المنظور ده يحصل، وممكن بكرة بقى ولا بعده نبتدي نتكلم هل ده عندنا في ملاعبنا العربية ولا لا، هل لو حصلت وقعة زي دي التجهيزات دي هتبقى موجودة، كابتن الفريق هيبقى عارف بيعمل ايه، الجهاز الطبي هيبقى معاه جهاز للصدمات الكهربائية تنشيط عضلة القلب هينقلوه فورا ولا هيستنوا لحد ما الحالة تستقر، عشان لو في روح للاعب مصري او جزائري او تونسي او كويتي او سعودي نقدر ننقذها، عيب او ان احنا نتأخر وبسبب حاجات ملهاش علاقة بامكانيات فلوس، لها علاقة بتحضر واحترافية وسيستم وسيستم وسيستم. قصة تعاطف معها العالم أجمع، أثارت الرعب داخل أوروبا وخارجها. إنها قصة صانع ألعاب منتخب الدنمارك اللاعب كريستيان إريكسن الذي سقط في أرضية ملعب مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 مغشيا عليها قبل أن يتدخل فريق إسعاف طبي ويقدم له تدليكا قلبيا. هبط إريكسن البالغ من العمر 29 عاما والمتوج مع إنتر ميلانو بلقب الدوري الإيطالي فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاجن وعيناه واسعتان. أندية العالم ولاعبيها من له علاقة بكرة القدم أو ليس له علاقة بها تعاطف مع كريستيان إريكسن وأصبح اسمه متصدرا لمواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجميع متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب. من جانبه قرر رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية جراء ما حدث للاعب إريكسن إجراء الفحوصات الطبية الشاملة على اللاعب كل عام، أي لاعب يخضع لفحص طبي شامل قبل الانضمام للمنتخب الوطني، وأن لديهم تجهيزات عالية ومتوسط الأطباء طبيب لكل 10 لاعبين. الاهتمام العالمي بحادثة نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن نظرا لندرتها وغرابتها، ورغم ذلك فهي ليست هي الأولى في تاريخ كرة القدم، أعادت للأذهان الكثير من حوادث سقوط اللاعبين، كان أبرزها سقوط نجم أياكس أمستردام الهولندي عبد الحق نوري بعد أقل من نصف ساعة من دخوله لمباراة ودية لفريقه، وكذلك وقع سقوط بيورتا لاعب إشبيلية السابق والذي فقد وعيه في منطقة الجزاء بسبب سكتة قلبية خلال مواجهة ختافي في الدوري الإسباني. وعربيا وقع سقوط لاعب النادي الأهلي المصري محمد عبد الوهاب خلال التدريبات الصباحية لفريقه عام 2006، وكذلك سقوط اللاعب التونسي الهادي برخيصة في الدقائق الأخيرة من مباراة ودية بين فريقه الترجي التونسي وأولمبيك ليون الفرنسية وتوفي بعد نوبة قلبية. إسراء سعد، آخر النهار.
اهلا بحضراتكم، عدنا بعد التقرير. ويا رب يا رب ينتشر الداء بتاع السيستم في بلادنا العربيه وفي الشرق، حالنا هيبقى غير الحال. خلوني بمناسبه الكلام عن الكوره والمتعه والحرفنه والجمال، خليني اهديكوا هديه حلوه. معايا على التليفون دلوقتي صوت طالما تعودت اذاننا على الاستمتاع به معلقا على مباريات كرة القدم، سواء العربية أو الإفريقية أو العالمية، في كأس العالم وبطولات الأمم وكل المحافل الرياضية في كرة القدم. أنا في اعتقادي، لأن أنا الحقيقة من محبيه، فأنا في اعتقادي هو المعلق الأشهر عربيا وإفريقيا وشرق أوسطيا، رغم أنه هو دلوقتي هيقول لي لأ وأنا مش عارف إيه وفي ناس أحسن مني، بس كل واحد وذوقه. ولو نزلنا عملنا استفتاء في الشارع المصري عن أفضل معلق الناس بتحب تستمتع بمباريات كرة القدم مصاحبة لتعليقي، اعتقد انه رقم واحد بالاجماع سيكون اسم عصام الشوالي. مساء الخير يا كابتن عصام. مساء الخير كابتن استاذ امين، تحياتي ليك، تحية الجمهور المصري عبر شاشات النهار. شكرا على ما قلت من كلمات، والمهم انه واحد يجتهد ويبدأ راضي على اللي قدمه، ودمت متألقا من صباحياتك إلى مسائياتك إن شاء الله في برامجك. شكرا جزيلا كابتن عصام، والحقيقة إحنا بجد بنستمتع بتعليقك، وإنت بتجتهد في حبيبي إمتاع المشاهد، لأنك الحقيقة أولا فاهم كورة، ثانيا فاهم ثقافة وذهنية متابعة كرة القدم، في إيه احتياجاتنا وإحنا بنتفرج على مباراة لكرة القدم. حبيبي شهادة أعتز بيها وشرف لي يا كابتن. تسلم لي. انا كنت بعلق مع السادة المشاهدين قبل مداخلتك التليفونية على الواقعة بتاعة إريكسن، وخلاص الواقعة خلصت، بس الحقيقة الدروس بتاعة هذه الواقعة وتعامل الملعب في الدنمارك مع الواقعة لم تنتهي، ويجب ان نتعلم منها الكثير. اكيد، وانا كابتن شوف انت كنت نفطة مع مداخلتك القيمة، وباش ناخد جزء ثاني باش نكملوا بعض. تفضل. فكرة الحرفنة، فكرة الاحترام للذات البشرية، فكرة قراءة كل حسابات ممكنة من حوادث طارئة وكذا، ولذلك هو ما حدث يوم السبت أيضا أنا شفته من بعد آخر، وعملت حتى تغريدة في تويتر في هذا الاتجاه، هي احترام الروح البشرية، احترام الذات البشرية، خصوصية الإنسان. وقت اللي غطاوة بك الملحفة البيضة، وقت اللي منعوا الكاميرات على انها تلتقي صور ليه، هذا احترام لذات بشريه في ظرف صعب، في لحظه من لحظات بين الحياه والموت. هذا انا الجانب الحرفي والطبي اللي استاذي حكيت عليه، هذا متوقع جدا للامانه في اوروبا. طيب. ولكن الجانب اللي شدني انا الانتباه هو هذا الجانب الانساني، هذا البعد الانساني. الاتحاد الاوروبي اللي بطولته بالمليارات اليوروات والدولارات أوقف المقابلة ورجعت بعد ساعة و45 دقيقة، تقريبا ساعة ونصف، بعد أن اطمأن على ساحة إريكسن. صحيح. يعني دروس الحقيقة، دروس. احنا في بعض الأوقات، ونشكركم في التقرير أنه ذكرتوا الأسماء العربية اللي الله يرحمهم توفيت في الملعب، ورحمة الله على محمد عبد الوهاب، وخاصة أيضا ذكركم في التقرير هذه برخيصة. صحيح. اللي مات وقت بابتلاع لسانه. مزبوط. يعني باش تشوف الحرفيه والاحترافيه نتاع الناس اللي قلت انا في خمسه دقائق جانا الدرس من الدنمارك. صحيح صحيح. كابتن عصام خلينا نترك هذه الواقعه. بالمناسبه يعني من ترشح لليورو الاوروبيه قبل ان نتركها؟ هل انت فرنسي مع معظم الترشيحات، ولا ربما الماني مع الماكينات، او هولندي مع الطواحين؟ لا، انا لا هذه لا الاخرى لا تلك، معناها انا خياري الثاني يكون المنتخب الالماني، ولكن خياري الاول انا 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 اشجع واساند المنتخب الايطالي. ان شاء الله ينورنا المره هذه ويكسب اليورو بعد سنوات الاخفاق. بالنسبه للكره، اكيد انه المنتخب الايطالي مرشح. المنتخب الانجليزي ان تخلص من عقده الماضي وارث الفشل. بالنسبة للمنتخب الألماني، عكس الإنجليزي عنده تقاليد النجاح، وبالتالي حتى منتخب متوسط قادر يمشي لبعيد. والمنتخب الفرنسي هو المرشح الأول في البطولة، ويمكن أن نتصور هولندا هذا الموسم ممكن تدخل مربع الذهب. صحيح صحيح. لكن أنت تؤمن بحظوظ الطليان؟
الطليان مع مانشيني الحقيقه فما نقله نوعيه، من وزراء للدفاع صاروا ملوك للهجوم. صح. 10 انتصارات في التصفيات اول مره تحصل، الفريق الايطالي ما خسرش من 27 ماتش. حلو. عندهم قوه الدفاع الموروث الكروي حافظوا عليه تقريبا الان 7-8 ماتشات كلين شيت، وبالتالي هذا يطمن انه المنتخب الايطالي قادر انه يمشي بعيد في هذه البطوله في اعتقادي. صحيح. طيب خلينا نبعد عن القاره العجوز ونرجع لقارتنا السمراء الجميله، وانا هاحرجك الحقيقه لان احنا بنتكلم عن موقعها طرفاها لهما مكان كبير في قلبك، موقعه الترجي التونسي والاهلي المصري. انا طبعا والناس كلها تعلم انك تونسي الجنسيه، لكن نعلم كمان انك اهلاوي الهوى، فهتبقى موقعه صعبه، لكن بقراءتك الرياضيه ترشح مين للوصول الى النهائي؟ والله طبعا بعيد عن الدبلوماسيه هذا معروف وانت شاطرني الراي، الترجي والنادي الاهلي هي اكبر مباراه في كره القدم الافريقيه، هو الكلاسيكو الافريقي، هو اللقاء الذي سيلعب يوم السبت ان شاء الله للمره 21، وهي اكثر مباراه تكررت في تاريخ الكؤوس الافريقيه. تقاليد الانتصار، ثقافة البطولة موجودة في الفرقتين، التحذير من الإدارتين نفس الشيء باش نعطيك حرفية الفرقتين. النادي الأهلي جاي 5 أيام قبل مباراة يجيب السلامة غدا إن شاء الله تونس برئاسة كابتن محمود الخطيب كرئيس بعثة. الترجي غدا عنده اجتماع مهم في تونس مع وزير الداخلية اللي هو رئيس الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة من أجل إمكانية السماح للجمهور بالحضور. نعم. مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، حضور جمهور الترجي أعتقد ضروري، والسلطة في تونس يلزم تعاون الترجي كممثل وطن، وأعتقد أنه باش تفرق المباراة بالجمهور من عدم حضور جمهور الترجي. صح. لأنه الأهلي تاريخيا دينا كان عنده سوبر ستار، الخطيب في السبعينيات حمل معاه المشعل طاهر ابو زيد، جاء بعد حسام حسن ثم بوتريكا والان افشا، الترجي نجمه الاول دائما كان الجمهور كابتن. احسنت. فبالتالي اعتقد ان حضور جمهور الترجي عنده 50% من النجاح، المباراه فنيا مفتوحه لكل الاحتمالات، الفرقتين قويين، كما الاهلي يقدر يربح في رادس كما الترجي يقدر يربح في القاهره، باش تلعب على جزئيات بسيطه، نعرف انه موتسيماني مدرب يعني لا يجازف، باش يلعب بالحذر، ممكن باش يلعب بربيعة كارتيكاز مثل ماتش سان داونز، مباراة الترجي والاهلي كرة ثابتة تختف، وانا ابصم انه بالنسبة لي انا كتونسي 1-0 تكفي الترجي وتكون ممتازة جدا جدا بمناسبة مباراة الاياب. الاهلي طبعا حساباته اخرى، اكيد باش يحاول يخطف جول يسهل مباراة ملعب السلام في الاياب، لكن كابتن الحقيقة في سيمي فاينل افريقيا ترجي اهلي ما تقدرش تتصور من سيفوز، انا متاكد الوداد في الفينال ولكن الترجي او الاهلي. صحيح. صعيب برشا تحكم، يعني مرتبطه بفورمه اليوم وجزئيات الماتش وايضا الحظ، يعني لو لعبت يا زهر. لو لعبت يا زهر، لكن انا متفق معاك تماما انه جمهور الترجي له دور كبير، خصوصا المغرب العربي الحقيقه، الجزائر وتونس والمغرب تحديدا تفقد الكثير من قوتها وزخمها واحتشادها عندما تكون المدرجات خاوية. صح، ما غير أدنى شك، يعني المشاركات الإفريقية الأخيرة الأندية التونسية تأثرت كثيرا بغياب الجمهور، وأنا اللي نتبين الأمر مع بعض، والجمهور المصري تبارك الله والجمهور الأهلي متابع ومواكب للشامبيونز ليج، شفنا أثر جمهور الترجي، حضروا 2000 فقط في مدرجات رادس في مباراة الريمونتادا ضد بلوزداد، الذهاب كان 2-0 لبلوزداد، الإياب تم السماح ودخلوا 2000 متفرج، غيروا شكل الترجي وروح الفريق، والفريق قدر على الريمونتادا، وبرشا مباريات الحقيقة أنا ديما نقول في تونس بالذات معناها يمكن جابها الجمهور أكثر من الفريق، فهمت؟ هذا لن يشد على القاعدة، أعتقد إحنا في تونس هنا في انتظار قرار اجتماع الغد، وان شاء الله معناها كل المسؤولين في تونس يتفاهموا انه ايضا جمهور الكوره مع احترام البروتوكول الصحي عنده الحق في الدخول الملاعب، وعنده الحق في تشجيع فريق على بعد خطوه يعني من فينال شامبيونز ليج في الاخير. هو بس يا كابتن عصام، صحه فريق نادي القرن امام الاهلي
اللي تقريب عنده 7-8 ماتشات ما خسرش في افريقيا، اللي اذا تحب نحكي على المباراه من الناحيه الفنيه نرجع شويه نطور شويه فكري، يعني مفاتيح اللعب موجوده، الترجي مرتهن بالبدري والهوني. وبالنسبه للترجي للنادي الاهلي اظن عوده علي معلول جات في وقت مناسب، لانه يعني علي عمل الشوط الثاني محترم جدا وممتاز ضد الفريق الجزائري الجمعه اللي فاتت، ممكن باش يكون موجود في الماتش الودي. ويظهر لي نتصور انه حلول الاهلي باش يكون افشى اذا لعب علي معلول ومحمد شريف. وقوه الفريقين في وسط الميدان كابتن، تعرف انت كوره السوليه مع ندانج ديانج مع الأفشا، وسط ميداني يولي الاهلي قوي، قابلوا الترجي بكوليبالي وبنغيث وبرمضان، بالتالي باش نشوفوا كوره كبيره، باش نشوفوا نهائي قبل الاوان صح. واعتقد انه ماتشات الاهلي والترجي تاريخيا لم تخضع للحكم مسبق، وبرقم التاريخ من عام 2010 الترجي ربح 3 شامبيونز ليج 5 فاينلز، وهي ذات الارقام للنادي الاهلي، معناها وانت فسر وحدك يعني هفسر. بس انا الحقيقه مع غياب الجماهير يا كابتن شوالي حفاظا على الصحه العامه والكورونا. حفاظا على الصحه ولا حضور الاهلي اكبر؟ يعني حط الاثنين مع بعض وانا موافق. طيب هو اكيد رأى الحقيقه في الوضع الصعب الصحي صحيح، لكن اسمع على ملعب 60,000 رادس لما يدخلوا 10,000 متفرج يعني موزعين وبالكمامة وبكذا، أظن معقول جدا، فهمت؟ أظن معقول جدا، خاصة أنها معناها حدث ينتظروا الجمهور العربي والجمهور التونسي، معناها صحيح. تصور أنه يومها في نفس التوقيت ماتش الترجي والنادي الأهلي، ثم البرتغال ألمانيا وفرنسا اظن، او المانيا برتغال في اليوم، المانيا برتغال، ومثلا 100 مليون في مصر وال10 مليون في تونس سيكونون على الترجي والنادي الاهلي، معناها صحيح. بس صعب انت تعلق على المباراه دي يا كابتن عصام طبعا. ايه طبعا، باعتبار احنا القناه اخذت بعد البيين من موسمين على اساس المعلق المحايد. احنا استمتعت الحقيقة بمثل هذه المباريات، مرات فرحت ومرات خسرت، وهذه كرة القدم. وفي الأخير أعتقد أنه من ستوكله مهم التعليق أكيد باش يكون محايد وباش يمتع الجمهور وباش يعطي الإضافة، وإن شاء الله إن شاء الله كما أكيد أستاذ تامر والجمهور الأهلاوي يتمنى فوز الأهلي، فإن شاء الله أنا نتمنى بخلاف المباراة الكبيرة أنه الترجي على الأقل يربح حتى بجول، يعني 1-0. يا خسارة والله، أنا كان نفسي أتعلق على المباراة، وحشتني القضية ممكن. إي والله، هي مباريات كثيرة وتاريخ، معناها صراحة تاريخ، معناها خاصة أنا مع النادي الأهلي، يعني ذكريات كأس العالم 2006 صحيح. في الباهي في الإيجابي وفي الفرح وفي أيضا في السيء وفي الهزيمة، وهذه كرة قدم. النجم الساحلي هدف الشرميتي البدري، لكن ايضا خسرنا نهائي 2012 وقتها في رادس النادي الاهلي فاز. هذه هي كره القدم، والنادي الاهلي طبعا ما يحتاج الى تقديم، ان شاء الله مرحبا به في تونس غدا، باش تكون مباراه كبارات، مباراه كبار القاره، كلاسيكو باتم معنى الكلمه. واعتقد انه الكاس في الاخير باش تكون عربيه، لا اعتقد انه كايزر شيف قادر يصمد امام الوداد، فبالتالي عندنا سيمي فاينل مثير، وعندنا فينال او فاينل ايضا كبير، ترجي وداد او اهلي وداد، يعني انا هذا تصوري. تمام، هل تعتقد انه الكلام اللي انت بتقوله اصبح بيصبح بعد كده مشهور وترند زي القضيه ممكن، هل بتبقى محضر لها ولا بتيجي عفويه وليده اللحظه؟ رقم اثنين، هل يغضبك رده فعل الجمهور الخاسر؟ شوف كابتن، في شيئين، تو احنا في تونس اذان المغرب، قبيله كان اذان العشاء، في مصر اذان المغرب، والذي اصطفى محمد، يا معناها هو توفيق من عند الله، كل الكلمات خرجت من غير تحضير، بل ان عديد الحقيقه اقولها الان، مثلا كيما خلص يا شرميتي، كيما اضرب يا بدري، كيما القاضيه ممكن، كيما عديد المقولات لم تكن محضره
ولم اكتشف بها الا بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا قلت كلمة على الهواء وراحت في الهواء وطلعت برا من الكابينة، بعدين معناها اشاهد معناها صباها اثنين الحقيقة معناها هنا ممكن انت على القاضية ممكن تقصد في جمهور الزمالك. انا نقول معناها انا انسان احترم تعليقي، احترم الجمهور. كان ممكن جات الكرة هذيك لنادي الزمالك وحتى شيكا مثلا، ولكن هي توفيق من عند الله، توفيق من عند الله ومحبة ربي. هي انها معناها وقت اللي تحكي على هكذا كرات ووضعيات الكرة تدخل في الشبكة وتعلم، خاصة انها اهداف مصيرية وتاريخية، وبالتالي ما يغضبنيش انا اي رد فعل، لانه انا 20 سنة معلق في الاحتراف من الاي ار تي الى بين قبل الجزيره الرياضيه، دائما احترمت جمهوري، دائما ما نعملش حساب لما علق الاهلي ضد فرق عربيه بعيده جدا عن الاهلي في المستوى وفي التاريخ وفي الجماهيريه، عمري ما نخدم مخي انه هذا يشجع 100,000 والاهلي مثلا 40 او 50 مليون، انا علق في 90 دقيقة. طبعا. لذلك مثلا حتى جمهور الاهلي نفسه كان يتصور اني كنت قاسي عليه في ماتش الوداد في السيمي فاينل قبل النهائي، صح، ولكن هي وضعيات، هي 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 90 دقيقة اللي ينتقد فيها لاعب او اداء فريق او عدم توفيق مدرب مفهوم. من خلال الرؤية الفنية، انا لا ادعي العلم او الفلسفة او اني امتلك العلم، ولكن هو اجتهاد بلمسة فنية حسب رأيي وتسيب وتخيب. فبالتالي انا لا اعتقد انه هذه الكلمات اللي ممكن باش تبقى في التاريخ الحقيقه صحيح وانا اعتز بهذا، ولكن ما مفكرش في الضفه المقابله والجهات المقابله، لانه انا ماني قاصد شيء ولا فكرت في شيء. هي خرجت على الهوى هكذا يعني من عند الله سبحانه، من يعني عند الله. بذكر جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك حزين جدا على رحيل فرجاني ساسي النجم التونسي، وبعض الجماهير الزملكاويه بتقول انه غلب الفلوس والاموال على فكره الانتماء للنادي الذي يلعب له، خصوصا ان كان فيه عشره وتواصل ونجاحات. انت رايك ايه في هذه الفكره؟ مش عشان تونسي، لكن باعتبارك يعني مراقب لاحوال الكره العربيه وفكره العروض الخرافيه اللي بتيجي لبعض النجوم. شوف هذا دليل محبه جمهور الزمالك لفرجاني ساسي. طبعا. حسام حسن والعب الفني اللاتين، جمال عبد الحميد، اسماء تاريخيه واولاد بلد وفي عهد سابق للعقليه ممكن بتاع الاحتراف اللي صح. الان صح. اللاعب الان احتراف ويحب يضمن مستقبله وفي عرض وطلب، و في بعض الاوقات بخلاف الجانب المادي كابتن، لا ننسى شيء انه هناك الجانب بالنسبه للاعب انه يحس انه خلاص اعطى للزمالك 3-4 سنوات، فاز بكاس سوبر، كاس كونفدراليه، كاس مصر، السوبر المصري تقريبا ناقصه كان الدوري المصري، عمل فينال شامبيونز ليج، والزمالك كان الحقيقه على مدى البطوله هو الفريق الافضل، وانا ما زلت نقولها اللي الزمالك خلاص عدي النقطه دي يا كابتن شوالي، عديها. خساره ما ربحش بطوله افريقيا موسم او موسم سابق او موسم لاحق، لانه الفريق معناه كي تشوفه فنيا لاعب طارق حامد وفرجاني ساسي وكان مصطفى فتحي ومصطفى محمد وكان زيزو في الطاب وكان لا هو الزمالك الحقيقه بيملك اقوى سكواد، اقوى خطوط. فانا اعتقد انه الفرجاني حاول يجرب رهان اخر، رهان الان يقولوا انه نادي الدحيل تقريبا القطري، واللاعب تعرف مشواره، حتى لو يفكر في الجانب المادي نتصور عنده دخل ايضا، لانه اللاعب تعرف مشواره قصير لازم يفكر في مستقبله، ولكن الجانب الفني ايضا عنده دخل، يقول لك مع الزمالك اعتقد حققت كل شيء. واحنا نشوفه كابتن في كل العالم الان الانتقالات هذه معناها اخر 24-48 ساعة، فينالدوم راح على باريس سان جيرمان من ليفربول بعد سنوات، وكريستيانو رونالدو غادر الريال وقبلها مانشستر، ويمشي هكذا. هي يمكن كرة هذا الزمن معناها، فهمت؟ صحيح، بس ممكن نشوفه بيلعب مثلا بال، ولكن سامحني يا استاذ تامر، راهو الزمالك ما يقفش على حتى اي لاعب صراحه، صح، ما يقفش، لو قف على فاروق جعفر وحسن شحاته وحازم امام وميدو وعادل المامور وابراهيم واسماعيل يوسف صح، احسنت، صح، انا متفق جدا مع الكلام اللي بيقوله كابتن عصام، وفي مشكله في الخط، لكن
متفق 1000000% على فكرة انه مفيش فريق كبير والزمالك فريق كبير. انا طبعا مش زملكاوي، لكن انا مدرك ومؤمن ومقتنع ان الزمالك فريق كبير وقلعة كبيرة وكيان كبير، والكيانات الكبيرة عمرها ما تقف على حد، زي ما قلنا الكلام ده على رمضان صبحي واحمد فتحي وعبد الله السعيد لما راحوا عن الاهلي. الاهلي ما اتكسرش وما تهزش، بل بالعكس كمل، وسلسلة البطولات والالقاب والانجازات اللي حققها الاهلي فيه بعد رحيل عبد الله السعيد ورمضان صبحي الحقيقه ممتازه ممتازه، ما حدش يعرف لو كانوا موجودين كان حصل ايه. فانا متفق مع كابتن عصام الذي عاد الينا على انه الكيانات الكبيره لا تقف ابدا على الاسماء مهما بلغت درجه نجوميه هذه الاسماء. يا كابتن عصام صحيح، ما نعرفش انا الكلمه الجمله اللي ذكرت فيها فاروق جعفر وشحاته وصلت وصلت على الخط؟ لا وصلت وكوارشي ومونيكي وكذا وصلت الحمد لله. وبالتالي راه تشوف الان حتى الاحتراف، انا راني متابع جيد في كل الرياضه المصريه، احنا نشوفوا توا خروج ممكن لاعب محمد محسن في طائره الزمالك الى طائره الاهلي، واحمد صلاح وما ادراك وعبد الله عبد السلام وراحوا من طائره الاهلي الى طائره الجيش، وكريم هنداوي لعب للزمالك والاهلي. فبالتالي جمهور الزمالك ان شاء الله ما يقسوش على فرجاني ساسي، المسيرة تتواصل، ونادي الزمالك 1911 باش يبقى نادي الزمالك معناها اليوم وغدا هو الزمالك. هو جمهور الزمالك كمان الآن من فكرة انه ربما يعود فرجاني ساسي الى مصر ولكن عبر بوابة الاهلي. والله انا اللي عندي من معلومات انه سيكون في نادي معناه ممكن الدحيل. اعتقد انه البوابه هذه على اهميته وقيمته ممكن راه فما لاعبين يحسب العشره اللي قلت عليه انت والعشم بين ظفرين ويقول لك لا العب في الزمالك نخلي سمعتي حتى بعد سنوات لما اجي زائر لمصر يبدا يعني في كنف على الراس كما تقولوا انتوما في القلعه البيضاء. ولو جاء هي كرة القدم وفي الأخير نفس الشيء، فرجاني بالأحمر ولا بالأبيض ولا بالعنابي نفس الشيء، الحياة ستتواصل والأهلي والزمالك باش يبقاو أقوى فرق مصر وأقوى فرق القارة يعني. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عصام، ولو في نصيب والأهلي والوداد وصلوا النهائي أنا ممكن أبقى مستمتع بتعليقك يا كابتن شوال. انت يعطيك الصحه وانا ان شاء الله ما نعلقش النهائي يعني. كل الحب والتقدير والاكرام. ربي يخليك، شكرا على الاستضافه استاذ تامر. شكرا. منور، انا لعبت على الكلمات في البدايه، متالق في الصباحيات فك البرامج اللي من سنوات وسنوات نتبعوا فيك، نفس الشيء ما شاء الله. ان شاء الله ديما متالق، ان شاء الله ديما بصحه للشعب المصري مزيد من التالق والنجاح ان شاء الله والتطور. واهم شيء مباراه كوره راهي تبقى 90 دقيقه 180 دقيقه صحيح. تبقى في مجال الفير بلاي، وشفنا الدروس اللي تجينا من اليورو حقيقه يلزم نستفادوا منها. ربي يخليك. شكرا جزيلا. واحد من نجوم التعليق في مصر والوطن العربي كله والشرق الاوسط كابتن عصام شوالي كان معنا في مداخله هاتفيه قال فيها كل الكلام، وانا الحقيقه بحترمه وبحترم صراحته وبحترم صدقه كمان في الكلام باين عليه. الحقيقه الجمهور المصري كله بيكن كل محبه وتقدير للكابتن عصام الشوالي. طيب خلينا نخرج من الكرة شوية ونخرج من الكرة بلقطتين هوريه لكم في الملاعب الأوروبية اللي حصلت في اليورو في بطولة الأمم الأوروبية خلال هذه الأيام عشان تشوفوا عودة الجماهير للمدرجات اللي معناها أن أوروبا عايزة تقول أنه الحياة لابد أن تعود تدريجيا. أدي صورة من الصور اللي فيها عدد من المدرجات داخل الجماهير بقدر معين، محققين حالة تباعد معين، عاملين شكل معين، يعني يا ريت احنا نقدر نرجع تدريجيا بهذا الشكل، تبقى حاجه لطيفه جدا جدا جدا. ومع العلم ان كورونا لسه خطر قائم ووباء وجائحه لسه لم ترحل عنا، لكن متهيألي طول المده اللي قرفتنا فيها الكورونا دي تخلينا نتعايش معاها، نتأقلم معاها، خلاص نعتاد على وجودها، ناخد الاجراءات وناخد حذرنا، بس الحياة كمان لازم تعود. احنا العالم والبشرية عدت عليها في القرون السابقة ما هو أنيل وأنكأ وأسود من كورونا كثيرا، وتعايشنا معاها وحصل اللي حصل، والحياة لابد أن تستمر. فأعتقد كمان الحياة محتاجين أن احنا في مصر والوطن العربي نفكر في عودتها بالشكل التدريجي الآمن. وفكرة الآمن دي تودينا بسرعة لفكرة اللقاحات.
انا كلمتكم كتير عن اللقاحات اللي موجوده في السوق المصري، وحثيت حضراتكم او حضيت حضراتكم، شجعت حضراتكم على ضروره اخذ اللقاح لمن يستطاع اليه سبيلا. من يستطيع اليه سبيلا يعني حضرتك تروح تقدم وتعمل حجز لاسمك على الموقع الالكتروني ويتحدد لك موعد وتروح تاخد اللقاح، خصوصا الحمد لله ان اللقاحات على اختلاف انواعها متوفره في مصر، سواء الصيني سواء الروسي سواء الانجليزي سواء الاسترازينيكا سواء مش عارف كذا، او حتى اللقاح اللي بيتم تصنيعه في مصر هذه الايام واللي المفروض على بدايه الاسبوع القادم هيبقى اول عبوه جاهزه للطرح اللي هو سينوفاك. اللقاحات والسلالات وتجهيز مصر لمقاومه الكورونا كلها ملفات هنناقشها مع ضيفي العزيز عبر الهاتف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح. مساء الخير يا دكتور حداد. مساء الخير على حضرتك السلامة، مساء الخير على السادة المشاهدين. مساء النور وأهلا بحضرتك، وتحياتنا لحضراتكم جميعا في الأطقم الطبية وزارة الصحة في مصر على المجهود الرائع اللي بتبذلوه الحقيقة مش النهاردة ولا امبارح، لا منذ سنوات في مواجهة الكورونا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور أمجد، حضرتك متفق معايا انه فكرة اللجوء الى اللقاحات والامصال هي دلوقتي السبيل الوحيد لمحاولة الحد من انتشار كورونا وللحفاظ على اكبر عدد ممكن من المواطنين؟ لا حلول للقضاء على اي وباء على مستوى القرون السابقة الا باللقاحات. منظومة اللقاحات هي التي تقضي على الاوباء على مر العصور، واحنا قصاد وباء بموجاته الثلاثة حصد الالاف والالاف من الارواح والملايين من الاصابات، واحنا شفنا موجة تالتة مش عايزينها تتكرر تاني بذروة قاسية جدا، الحمد لله انكسرت وحدتها قلت، بس فقدنا فيها جزء كبير من قرايبنا طبعا. الاصابات وما بعد الاصابات متلازمة ما بعد التعافي، القصة مش ان الناس اللي خفت او الناس اللي توفت، احنا لسه لا يزال الناس بتعاني من اثار الاصابة باعراض غريبة جدا لحد دلوقتي بنعالج فيها. عشان كده يا جماعة اللقاحات مش بتحمي من الاصابة فقط لا غير، تحمي من المضاعفات الخطيرة التي تحدث نتاج الإصابة. عشان كده بقول للناس ما فيش كلام بيقوله على السوشيال ميديا اللقاحات فيها مشاكل، اللي شفناه من الإصابة ومن مضاعفاتها الخطيرة ومنها الوفاة أخطر بكثير من أي آثار جانبية التي تكون محدودة للغاية للقاحات ومصارعة على السوشيال ميديا. اللقاحات آمنة، الدولة المصرية اختارت نموذجين من اللقاحات أكثر أمانا أكثر فعالية، تم تجربتها بنسبة كبيرة جدا وأثبتت فعالية وأثبتت مأمونية. زي ما انت قلت انت هتفك الناس تاني، وهنفضل برضه نقول للناس تاني وثالث يا جماعه سجلوا في منظومه اللقاحات عشان البلد تفتح، عشان نتفرج على الكوره، عشان ننزل نشجع زي النموذج الاوروبي. صح. النموذج ده نجح ليه؟ عشان هو وتيره التطعيمات عنده سريعه جدا، في وعي مواطن لازم تقبل على التطعيمات، وبالتالي بريطانيا هتعلن خلاص انها تفتح، الدول الاوروبيه هتفتح لان وتيره التطعيمات ماشيه بصوره جيده. بريطانيا بيقولوا ان اكثر من 60% من الشعب حصل على اللقاحات. بالفعل عندهم الوفيات في ايام كتير وصلت لصفر اصابات، وايام في واحد او اثنين اللي هي نسبه الوفيات العاديه من اي فيروس. ايوه. حدته وبقيته قلت بنسبه كبيره جدا بعد استخدام منظومه اللقاحات بصوره كبيره جدا في بريطانيا. والحقيقه يا دكتور كمان احنا لازم غصبا عننا نتعامل مع واقع السوشيال ميديا اللي مليء بالشائعات ومليء بالاخبار المغلوطه اللي بتخوف الناس، مش عارف مصلحتهم ايه اللي بيخوفوا الناس من اللقاحات او اللي بيعملوا معلومات غلط عن اللقاحات. دورنا طول الوقت ان احنا نفضل نتصدى ليهم وناكد على ان اللقاحات امنه، وناكد على انه لا قدر الله، لان خد بالك برضو ما بيلعبوا على حته ان اللقاح ليس امنا بشكل 100% في انه يمنع الاصابه بالكورونا. بنقول لكن على الاقل بيمنع سوء الاعراض. بالفعل هو احنا مش متعودين ناخد لقاح الانفلونزا اللي هو فيروس تنفسي كل سنه. وبنقول ساعتها ان لقاح الانفلونزا ممكن ما يجي لك انفلونزا ولكن باقل حده واقل. صح. خطوره، مش هتدخلك في التهاب رئوي، مش هتدخلك مستشفى، مش هيحصل فيها. اللقاحات جميعا تعطي مناعه من المضاعفات بنسبه اكبر جدا جدا من الحمايه من الاصابه، بمعنى قد تصاب وانت متلقي للقاح ولكن اصابتك لن تعدو درجه بسيطه جدا، اقل من دور برد، لن تدخل في مضاعفات خطيره اللي احنا شفناها، مش هتخش في متلازمه ما بعد التعافي والاثار الجانبيه. اللقاحات تحمي من المضاعفات بنسبه تصل الى 99%. هايل. تحمي من الاصابه بنسبه تصل الى 70 الى 80%. ممتاز. فقد تصاب ولكن اصابتك ستكون من الدرجه البسيطه. صح. وده اللي احنا عايزينه، مش عايزين عندنا وفيات، مش عايزين صح. عندنا مستشفيات ولا رعايات، كل ده هو ده اللي بيثقل على الدوله واللي بيثقل على المواطن ان هو يحتاج رعايه يحتاج مستشفى. لو وصلنا الى زيرو وفيات حتى لو موجود اصابات فاحنا ذلك عدينا
كيرف الامان بنسبه كبيره جدا. صحيح جدا. لو دخلنا لمنطقه بقى الاختيارات والناس تقول لك لا ده احسن من ده، لا الصيني فيه كذا، لا الانجليزي بيعمل كذا، والحقيقه هي يعني ما اعتقدش انها قابله لفكره الخيار والفؤوس هنا، فكره انه الكل امن واللي متاح ليك تلقح بيه فورا. بالفعل خد المتاح، ما تستجيبش للاشاعات، ده ضعيف، ده بيتعب، ده ضعيف شويه، لا ده بيتعب، ده بيسخن، لقاحات كلها امنه، واي اثار جانبيه المفترض ان احنا اعتدنا عليها. احنا كنا اطفالنا اللي بياخدوا التطعيمات سنه ونص كانوا بيتخانوا، والامهات كانت متقبله كل ده، كانت بتواصل معانا ابني سخن من التطعيم وعارفين ان التطعيم ممكن يسخن. دلوقتي بقت فوبيا، التطعيم بيتعب، التطعيم بيسخن. ثم التطعيمات من ضمن اثارها الجانبيه المحدوده ان ممكن بعض الاشخاص تسخن يومين، ايه المانع؟ احنا متقبلين الفكره دي لاطفالنا اللي هو بياخدوا تطعيمات، المانع؟ الفكره مش جديده، المانع ما اخد خافض حراره يوم او اثنين، مع ان ده برضو نادر الحدوث، ولو حصل ده شيء طبيعي جدا، ده رد فعل لجهازك المناعي للتطعيم، شيء مقبول وما فيش منه اي مشاكل خالص حتى لو حصل. تمام. فكل الاثار الجانبيه دي رغم محدوديتها هي بفعل اقل بكثير جدا من خطر الاصابه، الخطر الاصابه اكثر بكثير مما يتحاورون فيه من اثار جانبيه للقاحات. صحيح. اخبار اللقاح اللي احنا بنصنعه ايه، اللي هو سينوفاك؟ المفروض كان دولة رئيس الوزراء اعلن انه الاسبوع القادم اللي هو احنا في بدايته ممكن نطرح اول جرعة منه. الدولة مش بتخطط للقريب العاجل فقط لا غير، الدولة بتخطط ان اللقاح ده او ان فيروس كورونا زي ما انت قلت عايش معانا، وبالتالي ان احنا هنحتاج نطعم زي الانفلونزا كل سنة. تمام. وبالتالي انا مش هفضل معتمد ان انا استنى شحنة استرازينكا، هستنى شحنة اللقاح الفلاني لما تجيلي واتأخر. لا، انا عايز ابقى عندي تصنيع محلي يغطي احتياجاتي السنوية ويغطي احتياجات دول افريقيا بعد ذلك. وده الفكرة، ان انا يبقى عندي تصنيع، وده بالفعل قريب هيرى النور، لتغطية احتياجاتنا المحلية اللي هو امننا القومي، وبعد ذلك يتم استيراد جزء اقتصادي للدول افريقيا، وده المستهدف، ان انا اغطي احتياجاتي لان الفيروس معايا. تمام. هيبقى في جرعات تنشيطية، هيبقى في جرعات سنوية زي الانفلونزا. وبالتالي كان خطة الدولة بصراحة ان هي باصة للمستقبل، باصة لقدام، ان انا ما اعتمدش على شحنة تجيلي دلوقتي وما تجيليش تاني، لا انا هصنع عندي، يبقى عندي خطة استراتيجية كأمن قومي للقاحات على طول. ممتاز. أخيرا التوجيهات اللي كان قالها السيد الرئيس في اجتماع من حوالي 10 أيام عن انه احنا نتوسع في انشاء المراكز بتاعه اخذ اللقاحات علشان تيسيرا للمواطنين، وانه كل حد في محافظته ومدينته يبقى عنده مركز محترم لتلقي واخذ اللقاحات الامنه. بالفعل هو الرئيس وجه بحاجتين، بتكسيره امن قومي، وان هو تشييد المصانع وابتدى الانتاج يكون اكبر صرف في الشرق الاوسط، ده كجزء انتاج. كجزء مراكز تطعيمات وجه بالفعل بانشاء مراكز تطعيمات على مستوى الجمهوريه لتسجيل العقبات على المواطنين اللي يسجل يكيلوا رساله لاقرب مكان ليه. وده بالفعل بيحدث دلوقتي، كل يوم وزاره الصحه بتتوسع في اماكن جديده لتلقي اللقاحات. عندنا اكبر مركز لقاحات في ارض المعارض، عندنا في المحافظات يتم يوم عن يوم انشاء مراكز جديده للتسهيل على المواطنين. عشان كده من مبارك انت، بحس الناس مره اخرى زي ما انت قلت ان احنا يا جماعه التسجيل سهل جدا، لو مش هتعرف تسجل عبر النت انت ممكن تروح لاقرب مركز صحي في منطقتك هتسجل، هيجي لك معاد. فالموضوع مش مقتصر على التكنولوجيا وعلى النت وعلى الفيزياء، لا وزاره الصحه كمان عامله حاجه حلوه قوي اللي هي الدليفري او توصيل اللقاحات للمنازل بالنسبه لكبار السن وغير القادرين على الحركه. بالفعل يعني كل الامور ميسره في كل الاتجاهات ان انت تاخد اللقاح. صحيح. دكتور امجد انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق في مجهوداتكم لمحاصره هذا الوباء، وان شاء الله السلاله الثالثه اللي انكسرت دي الحقيقه تبقى الاخيره يا رب، وما نلجاش ليه او ما نواجهش سلاله رابعه في الشتاء القادم تكون اكثر قسوه عشان ما تحصدش ارواح لا قدر الله، وتحافظ على اهالينا واحبائنا واعزائنا. سيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيرصد اللقاحات وبيرصد السلالات، لعل وعسى تبقى اخر السلالات ونجاح فاعل وناجع للقاحات باذن الله بعد الفاصل. وسط مخاوف أثارتها الحكومة الهندية من أن تصنيف السلالات وفقا للمكان الذي تم اكتشافها فيه لأول مرة يؤدي إلى زيادة الوسم بالعار مع استخدام الأسماء المستعارة مثل السلالات البريطانية أو الهندية كبديل للأحرف والأرقام، قررت منظمة الصحة العالمية بدء استخدام الأحرف اليونانية لإعادة تسمية سلالات فيروس كورونا المستجد لتجنب وصم البلاد التي تم الإبلاغ فيها عن سلالات جديدة من الفيروس فيها لأول مرة. وأوضح مسؤولون في هيئة الأمم المتحدة في جنيف أن هذه الخطوة ستساعد في تبسيط المناقشات العامة حول السلالات،
حيث تشير الأحرف والأرقام إلى الجذور الجينية للسلالة وترتيب ملاحظة الطفرات. فالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة البريطانية يطلق عليها السلالة البريطانية ستعرف باسم ألفا، بينما السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في الهند سيطلق عليها دلتا. أما السلالة الجنوب إفريقية سيتم تسميتها باسم سلالة بيتا، والسلالة البرازيلية سيتم تسميتها باسم سلالة جاما، والسلالة التي اكتشفت في دول متعددة سيتم تسميتها باسم سلالة أتشا. فالسلالة الفلبينية سيتم تسميتها أيضا باسم سلالة ثيتا، والسلالة الأمريكية سيتم تسميتها باسم يوتا. من ناحية أخرى، كشفت الدكتورة هالة زايد أن معدل الإصابات الأسبوعية على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمي من انخفاض الإصابات أيضا. وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجاري سيتم توريد 500,000 جرعة من لقاح سينوفاك، كما سيتم توريد 1,000,000 جرعة من لقاح سينوفارم بتاريخ 13 يونيو الجاري، على أن يتم توريد 500,000 جرعة أخرى من لقاح سينوفاك بتاريخ 16 يونيو، وكذلك توريد 2,000 لتر مركزات لتصنيع 3,000,000 جرعة من لقاح سينوفاك، إلى جانب توريد 1.9 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا من تحالف كوفاكس خلال الشهر الجاري. إسراء سعد، آخر النهار. تم إتاحة الفرصة للحج لهذا العام للمسلمين من داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات، ونحن هنا نؤكد على أن الترتيب لهذا الأمر كان من منطلق حرص المملكة العربية السعودية الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم. في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له، قررت وزارة الحج والعمرة السعودية قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1442 هجرية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط من جميع الجنسيات بإجمالي 60,000 حاجة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة صحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة. فالحكومة السعودية تحرص على سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم، ووضع ذلك في مقدمة أولوياتها امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات العشر الماضية الخدمة لما يزيد على 150 مليون حاجة، وتجذب العمرة عادة ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام. لكن السلطات قالت إنها ستسمح لطقوس العمرة بالعودة إلى طاقتها الكاملة بمجرد انحصار خطر الوباء، وتستمر السلطات السعودية في حظر الاقتراب أو لمس الحجر الأسود أثناء المناسك. ويمثل تقليص حجم الحج خسارة كبيرة في إيرادات السعودية التي تعاني بالفعل من الصدمات المزدوجة للتباطؤ الناجم عن الفيروس وهبوط أسعار النفط، وتبلغ إيرادات الحج والعمرة حوالي 12 مليار دولار سنويا. وفرضت السعودية قيودا على التجمعات وأغلقت المساجد منذ تفشي الوباء مطلع العام الماضي، لكنها قررت في أكتوبر الماضي فتح المسجد الحرام للصلاة للمرة الأولى منذ 7 أشهر، واستأنفت جزئيا أداء العمرة طوال العام. والحد الأقصى لمن يؤدون مناسك العمرة 20,000 شخص في اليوم، مع ما مجموعه 60,000 من المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة اليومية في المسجد. ومن ناحية أخرى، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس، مشيرا إلى أن هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين. إسراء سعد، آخر النهار.
اهلا بحضراتكم. التقرير اللي احنا تابعناه دلوقتي على الهواء كان بيرصد الاجراءات والقرارات الجديده التي اتخذتها المملكه العربيه السعوديه لتقنين وضبط الاداء خلال موسم الحج هذا العام. انا عارف طبعا انه في ناس كتير هتبقى زعلانه لانه العدد قليل وفي نوع من انواع التضييق، لكن ما باليد حيله. المملكه العربيه السعوديه لو عليها تفتح موسم الحج لكل الراغبين في اداء فريضه الحج من بقاع الارض من مشارقها الى مغاربها، لكن في النهايه زي ما اتفقنا في كل كلامنا طول الحلقه، صحه الانسان وارواح الناس تاتي في المقام الاول. طبعا مهم ان انت تروح تادي الفريضه، خصوصا لمن لم يكتب له اداء الفريضه من قبل، يعني طبعا اللي حج قبل كده مره او مرات خلاص. لكن في ناس فعلا كان نفسها تروح السنه دي لانه ما راحتش قبل كده وتوفر لها السبيل السنه دي سواء ماديا او بدنيا انها تروح، ومتضايقه انه الاعداد هتبقى قليله. معلش كفايه نيتك، ربنا بيحاسب بالنيه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب مع انتشار اللقاحات وباذن الله قريبا جدا يظهر دواء للكورونا وتزول تماما من عالمنا، من السنه الجايه باذن الله الدنيا تفتح وكل من يهفو قلبه وفؤاده الى الاراضي المقدسه وزياره الاماكن المقدسه واداء فريضه الحج باذن الله، باذن الله ربنا يكتبها له ويتقبل منا جميعا. طيب النهاردة الوزير السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري كان في زيارة مهمة جدا إلى الدوحة عاصمة قطر. النهاردة الوزير التقى بنظيره القطري وزير الخارجية القطري، وحصلت جلسة مباحثات ثنائية ما بين الوزيرين أعقبها جلسة مباحثات موسعة ما بين وفدي البلدين. وانتوا عارفين طبعا العلاقات المصرية القطرية بتشهد يعني خطوات مهمة هذه الأيام، والكلام اللي صدر على لسان وزير الخارجية سواء النهاردة أو في التصريحات اللي أطلقها لوسائل الإعلام خلال اليومين اللي فاتوا إنه بيحصل تقدم تدريجي حذر، ده استخدام المصطلحات اللي قالها السفير سامح شكري وزير الخارجية، في تقدم تدريجي حذر في مسار العلاقات المصرية القطرية، وإن احنا بنراقب، احنا يعني مصر بتراقب بشكل متأني الترتيبات والإجراءات وتحقق ما حدث في اتفاق العلا الذي وقع في الرياض السعودية منذ شهور، وإنه كلما مارست قطر دورها في تطبيق اتفاق العلا وفي تقارب وجهات النظر مصر لن تجاوب إلا بمزيد من الاستجابة والمرونة. هذا اللقاء يأتي على هامش لقاء مهم سينعقد غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لاجتماع وزراء الخارجية العرب. اجتماع وزراء الخارجية العرب بكرة مهم جدا 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 بالنسبة لنا احنا كمصر تحديدا. ليه؟ لانه هذا الاجتماع تمت دعوة اليه لمناقشة ملف ازمة سد النهضة الذي تقيمه اثيوبيا، ومصر والسودان بيقولوا انه شديد الخطورة على الامن المائي المصري والسوداني. انا مش حابب اتكلم كتير في ملف سد النهضة لان انتوا عارفين مبدئي، انا مبدئي ان هذه الملفات ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي، وفي أجهزة سيادية مصرية هي اللي متولية هذا الملف، فبالتالي العبث والاجتهاد حتى على الهوى في وسائل الإعلام في مثل هذه الملفات الحساسة يضر ولا يفيد. فأنا رأيي ومبدئي في مثل هذه الأمور أن نترك المسؤولين وأصحاب القرار يعملون في صمت وفي هدوء، ونحن على ثقة من عملهم ومن احترافيتهم ومن نجاحهم إن شاء الله، وإحنا نقول لحضراتكم النيوز، نقول لحضراتكم الأخبار، أما التحليلات والاجتهادات والإفتاءات والإشاعات فمحلها استوديوهات كرة القدم مش ملفات الأمن القومي. لكن الشيء اللي يجب أن احنا نذكره وبشكل محترم الحقيقة هو حالة التضامن والدعم العربي للموقف المصري في هذه الأزمة. الحقيقة إن كل الدول العربية تقريبا بلا استثناء واقفة مع مصر وقفة ممتازة وداعمة، سواء بالدبلوماسية أو بالخبرات الفنية أو بالسياسة، والوقفة دي مش وقفة عروبة وخلاص عشان احنا عرب ونقف جنب بعض، لا، دي وقفة مع الحق. لما الدول العربية استشعرت أننا أصحاب قضية عادلة وهذه القضية العادلة تساندها أسانيد وأدلة التاريخ والمواثيق والاتفاقيات والحقوق، وقفت تماما مع مصر، ليس وقوفا ضد أثيوبيا لكن زي ما قلت لكم وقوفا مع العدل والحق. ولدينا تقرير عن الموقف العربي الداعم للموقف المصري.
في ختام فعاليات الدورة 17 للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة، اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وكذلك قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية. وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسعودية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق هذه الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. وأشارت الوزيرة إلى أنها قامت ونظيرها السعودي بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة 17 والذي تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة 18 للجنة بالعاصمة السعودية رياض وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات الإنتاجية والخدمية. فاجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والسعودية للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة، وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجا ناجحا للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة. ووجهت وزيرة التجارة والصناعة الدعوة لرجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين الدولتين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات، مشيرة إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نمواً وزيادة مضطردة عاماً بعد عام، حيث تخطى 5.5 مليار دولار عام 2020. فالسعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية باستثمارات تخطت 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري. إسراء سعد، آخر النهار. معنا على الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق للتعليق عن اجتماعات الجامعة العربية الخاصة بأزمة سد النهضة والموقف الداعم لمصر. مساء الخير يا سعد السفير. أهلا بك يا أستاذ تامر. إزاي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. بخير يا أستاذ تامر وحضرتك. الحمد لله. سعد السفير، طبعا حضرتك يمكن متفق معايا وأنت أستاذنا في عالم الدبلوماسية إنه بعض الملفات التي تحمل حساسية ومتعلقة بالأمن القومي زي قصة سد النهضة لا يجب الحديث فيها بشكل شعبي يعني على وسائل الإعلام، ونحن ندع المختصين يتولون الملف. أظن يعني تعليق واعي وحكيم خاصة في مرحلة يعني شديدة الخطورة والحساسية، يعني أنا أسميها مرحلة القرارات المصيرية. صحيح. واللي فيها أستاذ تامر يعني الإسناد العربي الدبلوماسي للموقف المصري والسوداني في ملف مفاوضات سد النهضة هو أمر هام ويتجدد، لأن مجلس جامعة الدول العربية سبق له أن اتخذ قرار، ولكن الدعوة لاجتماع طارئ هو بكل تأكيد تعبير عن خطورة الموقف الراهن ورغبة من مصر أن تحيط المنظمات الإقليمية، فكما تحركت مصر والسودان في محيط الاتحاد الإفريقي بالجولة التي قام بها السيد سامح شكري والسيدة مريم الصادق المهدي كلهم في اتجاهه باتجاه أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي والعواصم الإفريقية الفاعلة. اليوم نجدد وفي اجتماع طارئ دعوة مجلس جامعة الدول العربية للإعراب عن تأييده المتوقع للموقف المصري والسوداني ومساندته انتقالا من المنظمات الإقليمية الأفريقية والعربية إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما فعلته مصر بالخطاب الذي تم إيداعه وأرسله السيد سامح شكري أو وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الجاري، الأمر الذي يعني أننا أمام مشهد إقليمي ودولي شديد الخطورة يهدد الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي في إقليم يا أستاذ تامر هو واحد من أهم الأقاليم الاستراتيجية. صحيح. ليس فقط للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن أيضا لمجموع دول المنطقة ودول الخليج. صحيح. لأن أمن واستقرار شرق أفريقيا مرتبط بأمن الملاحة الدولية ومضيق باب المندب والحركة
المتصلة لأساطيل التجارة والأساطيل العسكرية باتجاه قناة السويس وأمن البحر الأحمر وأمن الخليج مرتبط بهذا المشهد. ومن ثم يعني كان سيد جيفري فيلتمان اللي هو المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي في زيارة للمملكة العربية منذ 3 أيام، وفي نفس الوقت السيد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي في زيارة لإثيوبيا خلال اليومين الماضيين، والتقى بالسيد أبي أحمد السفير أحمد القطان. كذلك كانت هناك زيارة للسيد الرئيس هامة لجيبوتي، وأعقبها بأيام قليلة زيارة لوزير الدفاع ورئيس المخابرات الإثيوبية لجيبوتي أيضا، والتقى بالرئيس عمر جيلة. في مجموعة من الاتصالات المتشابكة تعكس خطورة المرحلة وأهميتها لمصر والسودان ولعالمنا العربي. صحيح. وللأمن والاستقرار الدوليين. هو الحقيقة المتابع للموقف وللتحرك المصري الحقيقة لابد أن يطمئن على حكمة الدبلوماسية المصرية والأجهزة المصرية القائمة على هذا الملف، لأن زي ما حضرتك تفضلت سواء في المحيط العربي احنا اشتغلنا بشكل محترم جدا، ويعني جعلنا الوطن العربي كله متفهم لعدالة القضية المصرية وداعما لنا. وطبعا الجولات المهمة اللي حضرتك تفضلت بها بداية من رئيس الجمهورية مرورا بالوزير عباس كامل مرورا بكل المسؤولين إلى تقريبا معظم أنحاء القارة الإفريقية أيضا كانت جولات مهمة، وموقفنا مع تفهم أمريكا والاتحاد الأوروبي، يعني مصر لم تدخر جهدا في إقناع العالم بعدالة القضية المصرية. بكل تأكيد استمر أن المدخل لدفاعك عن مصالح أمنك القومي يستدعي إحاطة العالم في كافة مستوياته، المستوى الثنائي، المستوى الإقليمي كما نشهد غدا في الدوحة، المستوى الدولي كما تابعنا شكوى مصر في مجلس الأمن. صحيح. يلتزم المجتمع الدولي بقواعد حفظ الأمن والاستقرار، ومطلب مصر من توقيع اتفاق قانوني عادل وملزم للأطراف هو أمر هام جدا فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية في الأنهار التي تتشارك فيها عدة دول، بمعنى أنه لا يمكن لدولة فرض إرادتها، وما لن تقبل دي مصر. ولكن حتى تعمل إرادتك في الدفاع عن مصالح أمنك القومي لابد أنك تشهد العالم، وهذا ما نفعله على كافة الأصعدة. طيب نترك ملف سد النهضة، وفي تطور مهم حصل النهاردة، وأعتقد أن حضرتك ممكن تشرح للسادة المشاهدين أهمية هذا الملف، وهو ملف إعادة إعمار غزة. النهاردة وصل وفد وزاري فلسطيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء إلى مصر للتباحث مع المسؤولين المصريين حول خطوات إعادة الإعمار، واللي أمر بها السيد الرئيس أثناء أو بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. الحقيقة فكرة ملف إعادة إعمار غزة ملف مهم جدا، ولأول مرة يبقى بنتحدث عنه بهذا الزخم وبهذا الحجم. هو طبعا بحجم التزام دولة كمصر بهذا الملف، لأن ملف إعادة الإعمار حدث في 2009 و2011 و2014، وتكرر إسرائيل هجمتها الغير أخلاقية والشرسة على القطاع لتدمر بنيته التحتية. أما هذه المرة فرفعت مصر منذ بداية الأحداث قدراتها في الإغاثة الإنسانية وفتح المستشفيات وإرسال سيارات الإسعاف، والتي وضعت لها علما مصريا لا يجوز المساس ولا يمكن المساس به، وانطلقت لتبحث مع الشركاء الفلسطينيين فرص المصالحة الوطنية. وتجول السيد الوزير عباس كامل بين الضفة الغربية والتقى بالرئيس محمود عباس، كما التقى أيضا في إسرائيل ذاتها برئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو. ثم عادت مصر لتدعو للأمل، الأمل في إعادة الإعمار يضفي على المشهد قدر من الرحمة والإنسانية والرغبة في خلق فرص جديدة لشعبنا في غزة الذي ضحى مرارا وتكرارا وعانى من صلف وعنف الآلة العسكرية الإسرائيلية غير الأخلاقية والمستمرة. ثم بدأنا نبحث مع الشركاء الدوليين أيضا فرص إطلاق عملية سلام، عملية سلام تهدف إقامة حل الدولتين ودولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. ولكن لمصداقية
الموقف المصري واحترام طرفي النزاع له، استطاعت مصر أولا أن تساند فلسطين إنسانيا، أن تدعو للأمل، أن تدعو لإعادة الإعمار، وأن تقوم أيضا بدعوة الأطراف الدولية والرباعية الدولية والمجتمع الدولي. وزيارة السيد الرئيس كانت قريبة إلى فرنسا ولقاء بالرئيس ماكرون في شراكة من أجل الدعوة لمؤتمر دولي، أي أننا تعاملنا مع الموقف في غزة تعامل مسؤول. كان من يعني أسباب اتصال الرئيس جو بايدن مرتين بالسيد الرئيس إدراكا منه لأهمية مصر وقدرتها على تحقيق الاستقرار والأمن لكل شعوب بدون تفرقة بين شعبا فلسطينيا وإسرائيليا. صحيح. ولكن إذا ما أخطأت إسرائيل في ممارساتها فمصر تقف سندا لشعبها في فلسطين. وإن شاء الله المرحلة القادمة مع تلك الزيارات الهامة ودخول يعني معدات وآلات مصرية ثقيلة في عملية إعادة الإعمار، مقدمة لدعوة أطراف أخرى لتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، وتكون تلك هي البداية. ده كلام مظبوط. بشكرك شكرا جزيلا سعادة سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. هنروح لفاصل إعلاني أخير، بعد الفاصل نرجع نستكمل ما تبقى لنا من أخبار في آخر النهار. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول دانيال هوكنسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة أفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين. من جانبه أشاد قائد الحرس الوطني الأمريكي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين. كما شهد الفريق أول محمد زكي مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطني لولاية تكساس، وذلك لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. أهلا بحضراتكم. التقرير اللي احنا تابعناه دلوقتي بيرصد الزيارة اللي استقبل فيها وزير الدفاع المصري وفد الحرس الوطني الأمريكي. والحقيقة لازم نعترف انه لما بنيجي بنبص على اي عمل او اي نشاط بتقوم به القوات المسلحة ووزارة الدفاع، لازم الحقيقة لازم نعترف انه بيتعمل بشكل احترافي وذكي. يعني المشاهد اللي احنا شفناها دلوقتي، شفتوا التنظيم وشفتوا الإجراءات وشفتوا الضبط والربط والشكل المحترم والهيبة اللي بيعطيها الجيش المصري. ما الهيبة دي مش هيبة الجيش، دي هيبة الجيش اللي بيمثل بيها الدولة، فهي هيبة عسكرية للدولة المصرية والوطن المصري كله. بالإضافة لحاجة مهمة كمان لازم تاخدوا بالكم منها، ودي سياسة اتبعتها مصر بشكل عام في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتداء من 2014، ومسؤول عنها كمان القوات المسلحة المصرية والجيش المصري بشكل محدد، وهي فكرة التعامل مع كل الناس بشكل في صداقة وفي ود وفي احترام، بس بفكرة الند للند. مفيش علاقة تبعية، مفيش علاقة تخاذل، مفيش علاقة كذا، لا، الند للند، وكل الشعوب صديقة وبيننا تعاون واستثمار وتواصل واستفادة من الخبرات وكل شيء، لكن واحنا كبار. ودي حاجة الحقيقة تسعدنا، والجيش المصري واحد من الأساسيات المهمة اللي بتخلي مصر كبيرة. هنروح بسرعة لوزارة الداخلية اللي كمان الحقيقة بتعمل شغل ممتاز، وأنا متابع جيد جدا للتطوير والتحديث والتطور اللي بيحصل في وزارة الداخلية عبر السنوات الأخيرة، واللي احنا بنشوف مردوده في الشارع. والحقيقة أنا من السعداء جدا، وغلمتكم عن الكلام ده يمكن من أسبوعين على مسلسل الاختيار 2 اللي أذيع في شهر رمضان الماضي على القنوات المصرية،
وان المسلسل ده كان في منتهى 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 الاهميه، انه قرب المواطن والمشاهد جدا 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 بما يحدث جوه اروقه وزاره الداخليه وفي العمل الشرطي، سواء في المباحث العامه او في كل الاقسام، او تحديدا كمان في الامن الوطني اللي مسؤول عن الامن والامان وضبط العناصر الخارجه واستتباب الامن في مصر. في ناس كتير كانت صورتها مغلوطه عن الداخليه، في ناس كتير ما كانتش عارفه المعاناه اللي بيعانيها كل فرد من اصغر عسكري لاكبر ضابط لاكبر مسؤول وصولا الى وزير الداخليه بنفسه. الناس كانت فاهمه ان الداخليه يا دوبك مستمتعه والضباط قاعدين في مكاتبهم ومرتبات وتكييفات، والكلام ده الحقيقه لا علاقه له بالواقع. الواقع ان هم بس تضحيه وفداء وحب للوطن واخلاص للوطن بشكل كبير جدا جدا جدا، فلازم نعترف بده. وجزء من التطوير اللي بيحصل تحديدا في قطاع السجون، قطاع السجون في وزاره الداخليه قال على نفسه او اخذ عهدا على نفسه انه يطبق كل اساليب المنظومه الحديثه في التعامل مع نزلاء السجون، سواء بالاعفاءات والافراجات اللي بتحصل بين الحين والاخر لمن يستحق العفو الشرطي، او من خلال توفير كل الخدمات بالاضافه الى الرعايه الصحيه للنزلاء وفقا للاساليب الحديثه في رعايه نزلاء السجون. وزاره الداخليه الحقيقه بتتطور في هذا القطاع بشكل يستحق الاعجاب. هنروح نشوف تقرير عن ما يحدث في السجون المصريه وتطوير وزاره الداخليه، ومنه الى الختام عشان حلقتنا خلصت، وانا اقول لكم صباحوا على خير، وبكره حلقه جديده من اخر النهار. نشوفكم يا رب وانتم في افضل صحه. تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وفي الفترة الأخيرة تم الإفراج عن عدد 7872 نزيلا تحت شرط وعفو رئاسي. نقل عدد 570 نزيلا إلى سجون قريبة من مقار إقامة ذويهم. تلقي عدد 60149 اتصالا تلفونيا من أهلية النزلاء لتحديد مواعيد الزيارات، وتم اختارهم بموعدها في حينه. تنفيذ عدد 103944 زيارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. إتاحة مكتبات السجون للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 17266 كتابا. مشاركة عدد 2704 نزيلا في الهوايات المختلفة. استمرار تطهير وتعقيم مرافق السجون كافة. وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، تم الكشف الطبي على عدد 2078 نزيلا وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم تطعيم النزلاء بسجون وليمانات طرى، القناطر، أبي زعبل، الإسكندرية، برج العرب، المنيا، ضد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي والالتهاب السحائي، وجار استكمال تطعيم نزلاء باقي السجون. بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة بالسجون 25383 حالة، وعرض 3192 نزيلا على مستشفيات خارجية، إجراء عدد 261 عملية جراحية، وعدد 23 حالة مناظير بمستشفيات قطاع السجون. قيام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعدد من مراسلي الصحف والقنوات المحلية والفضائية بزيارة لسجن المرج العمومي والاطلاع على أوضاع النزلاء والإشادة بالرعاية المقدمة لهم وبتطبيق كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتتوالى جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع.